شهد مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 33 حفل للفنان البحريني محمد عبد الرحيم الذي أقيم على خشبة مسرح البحرين الوطني. وقدم الفنان البحريني طوال الحفل مختلف الألحان التي تشكل جزءا من الذاكرة الثقافية البحرينية الخالدة في رحلة موسيقية مليئة بالشوق والحنين إلى ذكريات الماضي. بألحان لطالما كانت جزءا من الذاكرة الثقافية البحرينية الخالدة، صدح صوت الفنان القدير محمد عبد الرحيم على خشبة مسرح البحرين الوطني ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته 33. يعني الغيبة كانت فعلا طويلة، والمفروض الفنان ما يتوقف عن العطاء وعن يعني الاحتكاك مع الجمهور ويكون دائما متواجد في الساحة الفنية. ولله الحمد الآن يعني بدينا شوية يعني نستعيد عافيتنا، وهذه أول مرة يعني أنا أغني في حفلة وأكون مرتاح نفسيا ومعنوياتي عالية، بحكم أنه يعني شفت الأمل والسعادة في عيون الشباب وكذا، فأنا انخرط معاهم في العملية هذه. صدق هو ما عصر الوقت اللي احنا عصرناه، الجيل الجديد يعني متفاعل مع الأغاني وهذه وحافظ الأغاني هذه، هذه شيء أسعدني جدا جدا. يعني محمد عبد الرحيم فنان بحريني ذائع الصيت، بدأ مسيرته في ثمانينيات القرن الماضي وشارك في العديد من الحفلات الغنائية في البحرين والخليج العربي، إضافة لتأديته مجموعة من أغاني المسلسلات البحرينية. الجمهور عطشان يبي يشوف يعني فنانينهم، فنانين البحرين يبي يشوفهم على المسرح، فكان التفاعل جدا يعني رائع الصراحة. يعني هاي الأعمال اللي نبغي نقدمها أو نتمنى أن هي تقدم إن شاء الله من جديد لازم تحمل هذه المعاني، لازم تعطي هذه الدفعة الروحية، هاي الشعور بالانتماء الكبير بالفن الأصيل، بالإنسان اللي يعني يعيش مو فقط لنفسه في دائرته الصغيرة، يعيش لمجتمعه، لحية، لوطنه، لحتى أبعد من هذا البحر. يعني أنا أهني هيئة الثقافة والأثر على أنهم اختاروا محمد عبد الرحيم كفنان بحريني يمثل الفن البحريني الأصيل. الجمهور اليوم متنوع الفئات العمرية وبنفس الحماس، يمكن حتى الشباب كانوا أكثر حماس من الأجيال اللي عايشت في الثمانينات من عمرهم. حمل الحفل اسم يا نجمة سهيل، ومن بين أهم ما تم تقديمه خلال الحفل عبرنا بحور، أعزف لنا أي صوت، عيال خال وعم، وهي جميعها مقاطع من مسلسلات شهيرة خالدة مثل ملف الأياويد، حسن ونور السنة، ونيران. صوت أمتع الجمهور وأخذهم في رحلة موسيقية مليئة بالشوق والحنين إلى ذكريات الماضي. حقق المهرجان نجاحاً جماهيرياً جذاباً لما يقدمه لرواده من فنون راقية وتراثية تناسب جميع الأذواق والثقافات. ريان السليمي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.